إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبائي في الله، مع تبويب جديد من تبويبات الإمام النووي، نستمع. تفضل. باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره، والدعاء له وطلب الدعاء منه. نعم، إذا هذا حال وداع الصاحب. وسئل أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين لما السفر قطعة من العذاب، فقال: وذلك أنه يمنع من لقي الأحباب. فأشد ما في السفر أنه يمنعك أن تلتقي بأصحابك وأحبابك وأن تفارقهم. نعم، فسوف تحصل وصية لهذا الشخص، سواء عند موتك فتفارق من تحب من أولاد وزوجة وأصحاب وتلاميذ ومشايخ وأيضا عند التنقل من البلدان، ولا بد من الدعاء من قبل هذا المسافر ومن قبل الشخص الذي ودع هذا المسافر. نسمع الآية. قال الله تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن هذه الوصية الأولى، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهذه أعظم وصية يوصي بها الأب لأولاده، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه أعظم وصية. نعم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذا أيضا سألهم عن التوحيد، على ماذا سيموت؟ سيموت على التوحيد. نعم، نسمع الأحاديث. حديث زيد بن الأرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: إذا هذا حال خطب النبي صلى الله عليه وسلم، فيها موعظة وفيها تذكير. نعم. ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. نعم، إذن هذا أول وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الاستمساك بكتاب الله، لأنه سيأتي زمان على الناس يزهد بكتاب الله عز وجل، فأوصاهم بما فيه النجاة، وهو الاستمساك بكتاب الله عز وجل. أيوة. ثم قالوا: أهل بيتي أذكركم الله، فحث على كتاب الله ورغب فيه. نعم. ثم قالوا: أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. نعم، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. طبعا الوصية بآل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من زوجاته وذريته وأصهاره كلهم، نحن نحبهم ونواليهم ونناصرهم ونستوصي بهم. نعم. أيوة.
وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون. نعم، إذن هذا هو أهم سن لطلب العلم، شبابة متقاربون. الإنسان يسير في شبابه مع من هو في سنه ومن هو قريب من سنه، لكن في الخير، إما أن يمشي معهم في الخير أو يمشي معهم في الشر. فهنيئا لمن كان في شبابه يماشي أهل الديانة والاستقامة. ونحن شبابة متقاربون، أيوة. فأقمنا عنده 20 ليلة. إذن مكثوا 20 ليلة يتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيوة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. انظر، هذا رفق المعلم بتلاميذه، الرحمة والرفق. وانظر، مكثوا 20 ليلة، وهذه 20 ليلة تحتاج إلى مأوى، تحتاج إلى طعام، إلى شراب، إلى ترتيب. يعني 20 يوم خدمة، يعني أيام ليست بقصيرة. نعم، أيوة. فظن أن اشتقنا أهلنا. لابد، هذا حال البشر، أنه إن كان يذهب لطلب العلم لكنه يشتاق إلى أهله. هذا هو حال البشر السوي، أنه يشتاق إلى أقاربه، يشتاق إلى أبيه، إلى أمه، إلى إخوته، وهكذا إلى أبنائه. نعم. فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. نعم، إذن هكذا هو زكاة العلم، هذا هو زكاة العلم، وهو أن تعلم ما تعلمت، هذا هو زكاة العلم. وإلا فأنت لست بمزكى. ارجعوا لأهليكم فأقيموا فيهم فقط وعلموهم ومروهم، ليس فقط تعلمهم، أيضا تحثهم على العمل الصالح، أيوة. وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا. إذن هذا أعظم شيء يوصى به وهو الصلاة، أعظم شيء يوصى به وهو الصلاة، أيوة. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. نعم، أكبركم هو الإمام. لما طلب أن يكون الإمام هو أكبرهم؟ لما؟ لأنهم قد تساووا في العلم، قد تساووا في العلم، فجاء باب السن، باب السن مرجحا إلى هذا الشيء الذي حصل فيه تساوي، حصل فيه تساوي. وانظر، قال: فليؤذن لكم أحدكم. لابد من الأذان لكل صلاة، لابد من الأذان لكل صلاة. نعم. الحديث التالي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن، وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. نعم، حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، وهو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الدعاء. ولو ثبت لكان له صلة بحال المسافرين الذين يخرجون إلى طاعة الله، فمظنة إجابة الدعاء العمرة. لما من مظنة إجابة الدعاء أن تخرج إلى العمرة؟ يعني تحتاج أن دعاء فتذهب إلى العمرة، لأن هذا من أسباب استجابة دعائك. كيف عرفنا هذا؟ كيف عرفنا هذا؟ من يعرف؟ حديث النبي أن 3 لا ترد دعوتهم المسافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحجاج والعمار والغازي في سبيل الله وفد الله، وفد الله،
دعاهم فأجابوه، ودعوه فاستجاب لهم. انظر هؤلاء الثلاثة، الثلاثة: الأول الذي يخرج الحج، الثاني الذي يخرج العمرة، الثالث الذي يخرج بالجهاد في سبيل الله عز وجل. فإذا هذه هي الأشياء الثلاثة، نعم، وهي من أسباب استجابة الدعاء، مظنة استجابة الدعاء. نعم، نسمع. وعن سهل بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. نعم، هذا السنة أن تقول للمسافر، ماذا تقول له؟ ماذا تقول للمسافر؟ أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وماذا يجيبك هو؟ أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نعم، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. فإذا هكذا هي الوداع لهذا الشخص المسافر، وهكذا يجيب. نعم، أيوة. وكان عن عبد الله بن يزيد الخطمي، الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. نعم، إذن أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. هكذا كان يودع الجيش النبي صلى الله عليه وسلم، الجيش يخرج للجهاد في سبيل الله، فكان يودعه هكذا صلى الله عليه وسلم. نعم، أيوة. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. نعم، زودك الله التقوى، هذا خير الزاد، وهو التقوى، تقوى الله خير زاد، لن تجد خيرا من هذا الزاد، وهو تقوى الله. وما معنى الزاد؟ ما معنى الزاد؟ الزاد هو الذي يرافقك لكي يغذيك، فأحسن شيء تتغذى به وتزود نفسك به وهو تقوى الله. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. انظر، نعم، ويسر لك الخير حيثما كنت. نعم، أيوة. ننتقل إلى التبويب التالي، باب الاستخارة والمشاورة. إذن الآن ننتقل إلى باب جديد من باب الدعاء، وهو باب الاستخارة، وهو باب الاستخارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. فاستفدنا من ذلك أن ركعتي الاستخارة أولا في غير الفريضة، وهناك من أهل العلم، وهذا قول راجح، أنه لا يشترط لهما ركعتان قائمتان، أي ركعتين، حتى لو السنة القبلية للظهر، لو سنة الوضوء، تحية المسجد، أي ركعتين. وإذا أنشأت ركعتين أيضا هذا لا يضر طبعا، من باب أولى. فإذا هما ركعتان، المهم من غير الفريضة. إذا هم، الهم ماذا يختلف عن العزم؟ أن الهم بداية التوجه إلى الفعل، فبداية تفكير توجه إلى الفعل تصلي هاتين الركعتين، عليكم السلام، تصلي هاتين الركعتين إذا هم أحدكم في البدايات. والمهم
أن يسبق أو أن تسبق هاتان الركعتان الفعل، والأفضل أن يكون من البداية مجرد الهم. ومتى تكون هذا الدعاء أيضا على خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه بعد الصلاة حتى تبقى هذه الصلاة على هيئتها لا يتغير فيها شيء، وإنما دخل عليها الدعاء. الأمر الثالث، ما هو أثر هذه الاستخارة؟ وهو تيسير الأمور، إن كان خيرا فيسره لي. فتيسير الأمور هو علامة وثمرة هذه الاستخارة. وقد يقول قائل: يا شيخ، أنا صليت استخارة وفعلت الفعل ولكني لم أهنأ. هذا أفضل حال لك من أن تكون قد ضيعت هذا الأمر، أو العكس، أن تكون ضاع منك هذا الأمر هو خير لك. فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. صلاة الاستخارة ترسخ فيك الإيمان بالقضاء والقدر، لأنك مهما أوتيت من علم فلن تعلم أفضل الأشياء بالنسبة لك. أفضل الأشياء الذي اختارها الله لك، اختارها الله لك. كيف هذا يكون؟ عندما يكون عندك الإيمان الصحيح بالقضاء والقدر. إنسان يريد أن يكمل دراسته وصلى استخارة فيسر الله أمرا ودرسه، لا يقول: يا أخي والله ما أنا عارف شو اللي خلاني أدرس هذا الشيء، أعوذ بالله، صليت استخارة الله يسر لك الأمور ودرست هذا الشيء، هذا هو خير لك. فلان تزوج، إيه يا أخي طلعت هالمرة ألف باجي، هذا خير لك، هذا خير لك. لابد أن تنظر إلى أشياء أخرى، كما قال بعض السلف: إني لا أجد ذنبي في دابتي وأهلي. يعني من أسباب المشاكل بين الزوجين المعاصي، بكون في معصية من الزوج أو الزوجة أو منهما فتظهر المشاكل. أنت بدك ترمي على القدر أو ما تلوم نفسك؟ وهك شرينا هالسيارة يا أخي خرابها كثير، طيب من أسباب خراب المعاصي. وهكذا. فيا إخواني في الله، الناس لا تكاد تسلم بهذه الأشياء. فالإنسان يقول: أنا يعني يكل دائما الأمر إلى الأسباب، هاي خرابها كثير لأنه صناعتها مش جيدة. ماشي، نحن لا ننكر الأسباب، لكن انظر إلى حالك، ربما يكون من أسبابها المعاصي التي عندك. وهذا نراه حقيقة عمليا. فكثير من الأشخاص الذين يشترون بيوت أو سيارات أو عن طريق البنوك، تجد عندهم مشاكل كثيرة، سواء في بيوتهم، في نفوسهم، في حياتهم. فبالتالي هذا ماذا تنفعك الاستخارة في هذا المكان؟ الاستخارة في الشيء المباح، مش آخذ قرض ربا ولا لا، ما فيها استخارة. اتزوج هاي المتبرج ولا لا، انت هاي الاستخارة ما بنفع، لانه اصلا لا تختار العاصي لله عز وجل. الزواج هاي الفتاة ولا يظهر عليها معاصي، واحد متبرج اصلا الاستخارة ما بنفع. والله بدي اكمل دراسة علوم مصرفية، ايه ما بنفع في استخارة، انه كله بنوك وبنوك. بدي اشتغل في خمارة ولا خمارة، ومفروغ منه، ما بدي استخارة. فبالتالي احبائي في الله، تذكر: فيسره لي، فيسره لي. فربنا ييسر لك الامور، واجعل ثقتك بالله تحصل الخير بمشيئته جل في علاه. نسمع الايات اولا. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. شاورهم في ماذا؟ في الشيء الذي لم يقض الله به.
فإذا قضى الله عز وجل به فلا يوجد مشاورة. هل نتشاور نصلي أم لا نصلي؟ ما بنفع. نتشاور نوكل الربا، قلنا لا ينفع. المشاورة في غير ما ورد فيه حكم الشرع. لذا ما يسمى بالمجالس النواب أكبر حرام فيها أنهم ينزلون التي الأشياء التي حكم الله عز وجل بها. نفتح خمارة ولا ما نفتح؟ يلا خلينا ننزل على التصويت. ما بصير تصوت لأنه هذا شيء حكم فيه الشرع. خلاص نفتح نادي ليلي ولا لا؟ لا ما بصير تصوت، هذا الشيء حكم فيه الشرع أنه حرام. رقص وزنا وخمر ونفتح بنك ما بصير تنزل على التصويت. فبالتالي وشاورهم في الأمر في غير ما حكم به الشرع. نعم أيوة. وقال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم أي يتشاورون بينهم فيه. هذا أفضل شيء، وهو أن تسمع من غيرك حتى لو كنت عالما. ورحمة الله على شيخنا علي الحلبي، فكثيرا عندما كنت أذهب لزيارته من غير موعد مسبق ومن غير ترتيب وأستأذن فيقول تفضل، فأدخل فيقول يا سفيان اقرأ هذا الكتاب، اقرأ هذه الأوراق، أعطني ملاحظاتك. فأسمع أرى هذا العالم يتواضع ويسمع من تلميذه فأعطيه بعض الملاحظات، أحيانا يقبل وطبعا له حق أن يرفض ويناقش، وأستفيد أنا مما رفض وأستفيد مما قبل. ومتواضع رحمة الله عليه يقبل ويرد. لكن الشاهد أنه هذا لم يقصر فعله عليه، فرأيته يفعل هذا مع كثير من الناس، بل قال أحيانا، قال لي مرة ربما إذا وقع هذا الكتاب مع من يخالفني أستفيد منه أكثر ممن يوافقني، لأن الذي يوافقني لن يناقشني في المسائل التي اتفقنا عليها، بينما ذاك سيناقشني في المسائل التي نحن اتفقنا عليها أنا وأنت يا سفيان، فسوف يناقشني فأستفيد من أي شخص. ورحمة الله على الشيخ الألباني كان يقول أنا كالمنشار، إذا ذهبت باكل وإذا رجعت باكل، ويقصد أنه يستفيد من الجميع، يستفيد من العلماء، يستفيد من طلبة العلم، يستفيد من المخالفين. فإذا جهز نفسك إلى أن تقبل وتسمع الخير ممن يوافقك وممن يخالفك. وقالوا أيضا لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. اسمع يا أخي لغيرك وقرر تقبل كلامه أو لا، فهذا هو. شاور غيرك، استمع من غيرك. نعم يلا اقرأ أحمد. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. انظر، تعليم كالسورة من القرآن، كالسورة من القرآن. نعم. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. طبعا تسميه هذا الأمر، تسميه زواجي من فلانة، دخولي الجامعة تخصص كذا، دخولي الجامعة تخصص كذا، عملي عند فلان بمهنة كذا، تسمي الأمر. اللهم إن كنت تعلم زواجي من فلان خير لي في ديني وما ها، فهكذا هو الدعاء. نعم. أو قال عاجل أمري وآجله،
فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قالوا نعم. يسمي حاجته. طبعا في رواية أنه يسمي آخر شيء، وفي عندها ذكر هذا الأمر، وتنبه إلى شيء مهم، أنك في النهاية الذي فعلته فهو خير لك، حتى لو رأيته أنت ليس مناسبا فهو أفضل الأشياء في حقك. الأمر الثاني أنه لا يشترط لتيسير الأمور النوم وترى في المنام. فبعض الناس يقول يا شيخ أصلي الاستخارة وأنام. لا يا أخي، قال أرى في المنام شيء. لا يا أخي، هذا ليس من ديننا. بل قال لي أحدهم العكس، قال يا شيخ هناك شيء أريد أن أفعله، صليت ركعتين ونمت فرأيت في المنام أني أقع من عمارة، إذن ماذا، أترك الأمر؟ لا يا أخي، أنت أدخلت نفسك في شيء باطل، والمقياس ليس لما تراه في المنام، المقياس لما يسر الله لك. هل تيسر الأمر أم لم يتيسر؟ وأحبائي في الله، تتفاجأ أحياناً الإنسان إذا نوى الخير فليحاول أن يثبت عليه. وحدثني شيخنا علي الحلبي أنه رافق شيخه الألباني رحمة الله عليه مرة في إحدى العمرات، وكان تجهيز التأشيرة والسفر للعمرة في ذاك الزمان ميسرا، تحرك سيارتك وتنطلق. قال فخرجنا مع شيخنا الألباني، هو في سيارة ونحن في سيارة، ولا أذكر الآن من كان مع شيخنا الألباني. قال فعندما وصلنا الحدود إذ بهم يقولون لنا تفضلوا أنتم، علي الحلبي، شيخنا علي الحلبي وغيره، بينما السيارة الثانية التي فيها الألباني لا تدخل. قال لما؟ قال جوازك قد انتهى. انظر، جوازك قد انتهى. فعندها تابع شيخنا علي الحلبي ومن معه السفر، وبقوا هناك في تبوك ينتظروا الشيخ الألباني. فرجع شيخنا الألباني وأخرج جواز سفر وتأشيرة، ثم رجع وتابع السفر. إذن لا يقول إنسان لا والله كونه أنا الآن ها كنت بدي أدخل الحدود معناته هذا الشغل ما تيسرت، معناته أنا لن أتابع ويتشائم ويترك العمل الصالح. لا، هذا لا صلة له إيش بالموضوع، ثبات على الطاعة. قد تريد أن تذهب إلى درس، هذه طاعة، فتجد نفسك لا يوجد مواصلات، هذا ابتلاء امتحان، مع أنك تكون قد خرجت مبكرا، هذا ابتلاء وامتحان. فلا تقول لا إذا الأمور مش ميسرة خلاص اليوم مش رايح بكرة بروح. لا، إياك أن تجعل هذه المقاييس، فهذا لا صلة له بالاستخارة ولا بتيسير الأمور. نعم، ننتقل إلى تبويب آخر. نعم، باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. نعم، هذا حقيقة شيء وهو مخالطة الناس. مخالطة الناس شيء صعب، لكن الإسلام دعا إليه. لما؟ لأن المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن يألف، فهو يخالط الناس ويصبر عليهم، ولكن تحدث الألفة بينهم. ولكن كان هناك أهل معاصي فسينفرون من أهل الطاعات والقربات، لن يصبح هناك وفق. والأمر الآخر إخواني في الله ينبغي لكم أن تتنبهوا إليه، أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود
مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وابن القيم يذكر رواية عند الإمام أحمد كما في كتاب زاد المعاد، قال أن امرأة من المهاجرات كانت في مكة تضحك الناس، يعني إذا لقيت النساء أدخلت السرور على قلبها فضحكوا أو ضحكنا. فعندما هاجرت إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فحصلت المؤاخاة، قال فتآخت مع امرأة في المدينة تضحك الناس، ما ارتاحت إلا لمين؟ للمرأة اللي بتضحك الناس. فأنت انظر مع من تمشي ومن الذي يرتاح لك ومع من ترتاح. هل ترتاح للمجرمين؟ إذا عندك مشكلة من تاركي الصلاة أو آكلي الربا، أم أنك ترتاح لأهل الديانة والاستقامة؟ اسأل نفسك. نعم، نسمع الآن. عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. نعم، خالف الطريق أي ذهب من طريق ورجع من طريق آخر. لما؟ أولا هذا هو السنة، اثنين ما هي الحكمة في ذلك؟ فتكون يرى ناس أكثر. اثنين إظهار شعائر الدين، شعائر الدين، الشرع يريد لك أن تظهر الشعيرة. وبالتالي إلى أين هذا يذهب؟ إلى المصلى، يذهب من طريق هذا. من أين راجع؟ من المصلى. نظهر شعائر الدين، إظهار شعائر الدين طاعة غير طاعة عمل الشعيرة. يعني أن تصلي العيد أجر، أن تظهر الشعيرة أجر آخر، الأذان أجر، أن تظهر الأذان أجر آخر، إظهار الشعيرة، وهكذا. صدقة الفطر أجر أيضا، إظهارها هاي عبادة ظاهرة أجر، شهود الجماعة أجر، إظهار هاي الشعيرة أجر. أنت لا تقصد الناس، أنت تقصد وجه الله. وكذلك العمرة والحج هاي شعائر ظاهرة يراها الجميع. نعم، نسمع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، المعرس وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. نعم، هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول إلى مكة والخروج منها، أنه يدخل من طريق ويخرج من طريق آخر. وقلنا هذا من باب إظهار شعائر الدين. ثلاث، ها قلنا سنة إظهار شعائر الدين، ثلاث خالط الناس، أنك تحفل بشهادة هذه الجمادات لك. ما مررت بشجر ولا حجر إلا واستغفر لك، أيضا عند التلبية إلا وشهد لك. إذن هناك أجر آخر وهو أجر ماذا؟ الشهادة. نعم، نسمع. باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم، كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد. نعم، يعني هاي أشياء اجتهادية لا يشترط أن يرد فيها النص في كل مسألة. أصبحت القاعدة العامة أننا نقدم اليمين على الشمال، نقدم اليمين على الشمال في أمور الخير قاعدة، وفي أمور المبتذلة نقدم الشمال، دخول بيت الخلاء بالشمال. إذن في أمور الخير اليمين، في أمور الشر لا يا عم لا نفعل لا يمين ولا شمال في الشر. في أمور الشر لا نفعل لا يمين ولا شمال، ندخل خمار يمين ولا شمال؟ أعوذ بالله يا رجل، لا يمين ولا شمال، شو هالكلام هذا؟ فنقول في الأمور المبتذلة يعني المهانة. نعم.
والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونفس الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب. نعم، حلق شعر الرأس خصوصا عند النسك، فكل مرة عندما بفضل أو في كثير من المرات عندما آتي إلى الحلاق في النسك في العمرة أو في الحج فأراقبه هل سيبدأ باليمين أم بالشمال، ولا مرة بفضل الله إلا ويبدأ باليمين. وكنت أحيانا أقول لهذا الحلاق باليمين فينظر إلي ماذا يريد هذا الشخص، هذا أشياء مفروغ منه، يعني يعرف الحمد لله. يعني من قابلتهم بسبب كثرة عملهم فهم ينتبهون إلى أنه لابد أن نبدأ باليمين عند حلق شعر الرأس. واستغربت أن بعض الإخوة يحلق رأسه ولا يدقق، بدأ في اليمين ولا بالشمال؟ والله يا شيخ ما انتبهتش، ما ركزتش، ما ها. فهكذا. نعم. والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الفداء والأخذ والإعطاء وغير ذلك مما هو في معناه. نعم، استلام الحجر الأسود هذا من السنة، واستلامه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الآخر أنه يحط الذنوب حتى مس الحجر الأسود والركن اليماني، ومن معه نساء يصعب عليه أن يصل إلى الحجر الأسود أو الركن اليماني أثناء يعني الطواف، أثناء الطواف. وفي زمن الكورونا عندما كان العدد قليلا جدا فكان ممنوعا أن تمس الحجر الأسود أو الركن اليماني، أصلا كل واحد له كان يعني مسرب. والحمد لله الآن أقبل الناس من كافة بقاع الأرض إلى العمرة بعدما فتحت، فالحمد لله العدد في هذه السنة يعني أعداد هائلة جدا، والحمد لله هذا نسأل الله أن يتقبله منا ومنكم. ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والوساق على اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستغذرات وأشباه ذلك. نعم، هذا من باب إعمال القواعد العامة واستقراء والنظر في الأحاديث، أن النصوص التي وردت في الكتاب والسنة تمدح اليمين وتذم اليسار أو الشمال. نسمع أولا. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية. الآيات، قال تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. نعم، إذن كما سمعتم مدح لليمين وذم للشمال. أيوة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. نعم، يعجبه التيمن، التيمن وهو استعمال اليمين في إيش؟ في شأنه كله، في شأنه كله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء التفصيل في طهوره، إيش يعني في طهوره؟ أي عند الوضوء، فتبدأ باليمين. والترجل، نعم، تسريح الشعر تبدأ من جهة اليمين. وتنعله عند لبس النعل أو الحذاء تبدأ باليمين وتنزع اليسار الشمال. نعم. أيوة. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. نعم، هذا هي القاعدة العامة. أيوة. وعن أم عطية رضي الله عنها
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم، فانظر عند غسل الميت نبدأ باليمين، وكذلك عند غسل الحي، لأن الأصل في غسل الميت أن يكون مثل غسل الحي. فالغسل من الجنابة أو غسل الميت لا يختلفان، وإنما إذا كان هناك شيء بكل شيء عارض، وهو أنه يكرر غسل الميت بسبب ما يخرج من بطنه وفضلات وما شابه، فيحتاج إلى غسل ثانية وتر. أما الحي فلا يحتاج إلى هذا الوتر. الأمر الثاني أنه ما فعل في غسل الجنابة وغسل التطهر هو نفسه في غسل الميت، لا يوجد شيء فوارق. يقول لك بتعرف تغسل الميت؟ شو تغسيل الميت؟ وتغسيل الميت مثل تغسيل الحي، الأصل نفس الشيء، لكن إيش النقطة بتختلف؟ إنه هذا عنده قلب يغسل الميت، هذاك ما عنده قلب يغسل الميت. يقول لك إذا بغسل الميت بنام جنبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شو الميت بدي أكلك؟ هو ميت، وكل ميت زي النايم، مثل النائم. فهذا الميت مثل النائم. ألا تقول أنت عندما تستيقظ من النوم: الحمد لله الذي أحياني بعد إذ أماتني وإليه النشور؟ كل يوم نموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. كل يوم نموت موت صغرى، وفي ناس بنام بصحاش، وكثير من اللي بنام بصحته بقول لك ارتداد مريئي، تعشى ونام، تعشى ونام، طلع الأكل خنق ومات، خلص تقادير من أسباب الموت تعشى ونام. وكذلك فيما يتعلق جلطة، هو نايم جلط مات، هو تعال قعد هون. نعم، نسمع الأحاديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولاهما أولهما تنعل وآخرهما تنزع. نعم، إذا اليمنى هي في البداية عند صلى الله عليه وسلم في آخر عمره إلى العمل الصالح، معنى الحديث. فالشاهد أنه من فصل من نبينا صلى الله عليه وسلم يتبرك به، فكانوا يتبركون ببصاقه بنخامته، وهذا من أسباب قوة المسلمين. فعندما رأى الكفار حال المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما تنخم نخامة إلا وتقع في أحدهم، في يد أحد من الصحابة، هابوهم. إذا البصاق مش مخليه، هذول بدهم يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يهربوا، فأرعبوا الكفار. وخبيب بن عدي عندما أسره المشركون وحكموا عليه بالإعدام بالقتل، فجاءه أبو سفيان وقال له: يا خبيب، وقبل أن يحكم، قبل أن ينفذ عليه حكم الإعدام، ما أبا تأمل أن تكون عند أهلك الآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم محمد مكانك؟ طبعا وما قال رسول الله ومحمد صلى الله عليه وسلم مكانك. فقال: والله لا أحب أن أكون آمنا بين زوجتي وأولادي وأهلي ويشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة. يعني مش انه يكون مكاني في الاعدام، لو شوكه لا اقبلها. فقالوا: والله ما راينا احدا يحب صاحبه كما يحب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. طبعا
طبعا متى تظهر المحبة مقابل الشخص؟ عندما لا تكون هناك أي منفعة مرجوة من حبه. يظهر هذا يحبك أم لا. زوجتك طول ما أنت بتصرف عليها وبتعطيها وبتطلعها عمرها وبتجيب لها أشياء وشو بتقول لك؟ فتقول لك الكلام المعسول بحبك، لكن متى تظهر؟ عند الكورونا. بس تفكر ومصاريك تنحجز وفيش بجيبتك إشي، وقتيتها بتظهر بتحبك ولا لا، وراح تكتشف إنه صعب تقول بتحبك إلا أن شاء الله. فبالتالي هذا هو الحال. طب روح اتجوز عليها، قال لا أنا بشفق على مشاعرها. أما هي من أول ما أنت تراجعت في مالك ما لم تشفق عليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال المقصد من هذا وهو أن هذا التبرك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكمة، وهو إظهار تعلق المسلمين برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل ذلك الرعب في قلوب الكافرين، يدخل الرعب في قلوب الكافرين. وكانت محبتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم مستمرة، ولا يرجون من محبته أي منفعة دنيوية، وإنما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ابتغاء الأجر والثواب عند الله، ثانيا أنه يحب، فعليه الصلاة والسلام ودود. عليه الصلاة والسلام إيش معنى ودود؟ أي المحب. شو كويس، شو كويس. أي المحب في شخص إذا قابلته تحبه، فهذا ودود يحب. بينما إذا كان هناك يفعل لك شيء حتى تحبه فهذا شيء. لا، الصحابة كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لذاته، وأعظم من ذلك كله وهو أن تحب الله، وهو الغفور الودود. ما معنى الودود؟ أي المحب لذاته، فالله عز وجل يحب لذاته، وهو صاحب، وهو المتصف بصفات الكمال والجلال وعظيم الأسماء. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. وفي رواية، وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال أحلق فحلقه، فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. اقسمه بين الناس، اقسم إيش؟ شعرات. السنة أن تحلق أين؟ عندما تؤدي النسك في الحج. أين السنة أن تحلق؟ في منى. في منى. فمن أكرمه الله عز وجل واستطاع أن يحلق في منى فليفعل، وهذا لا يكاد يكون في هذا الزمان. لما؟ مش حلقين. لأن الحلاقين بعد الجمرات، ومنها قبل الجمرات. حتى أول ما تطلع من عند الحلاقين، من عند ربي الجمرة العقبة الكبرى وتنزل في حلاق، هذا خارج منها، حتى لو أنه في السور، لكن هو حقيقة هو خارج منها. فاتقوا الله ما استطعتم. والأمر الآخر، حتى لو في حلاق أنه بده يرجع، بدهم يكملوا، ما هم ينزل يطوف ويسعى، فمش راح يرجع لجوا على السكن على منى. نعم، نسأل الله عز وجل أن نكون نحن وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.